بس هنقذهم وبعد كده خلاص. ده احساسي وانا في قلب الميه. القصه اللي حصلت دي كلها ما حصلتش نهائي، ولا عربيات ولا شلت اربع جثث اطفال على كفاية وجريت. انا قلت خلاص انا ميتة، قلبي كده كده ميتة، بس هنقذهم وبعد كده خلاص. ده احساسي وانا في قلب الميه. بس طبعا ربنا قادر على كل شيء، زي ما خلاني ان انا انزل جري قادر برضه ان هو يطلعهم ومساعدة الله طبعا. من الاعمار بقى يعني انت لحد 8 سنين او 9 سنين، ده اقصى من العمر. مش كانوا اتقال عليك؟ في بعض الاشخاص بس وهم على الشط. كبرى ابو طبل، يعني احنا عندنا تشغيل من 15/10/22 معدات، والكباري بتتعمل والترعه ما فيش فيها ميه. واحنا اساسا كاهل منطقه لما يكون عندنا اي غريق يعني بنتصل بالجهات المعنيه بالمطافي بالزقازيق تبعت لنا المطافي. اما القصه اللي حصلت دي كلها ما حصلتش نهائي، ده كبرى ابو طبل ودي منطقه كبرى ابو طبل كلها، يعني المنطقه ما حصلش ده نهائي لا حادثه ولا عربيات ولا شلت اربع جثث أطفال على كفاية وجريت، ورجعت خدت الأب والأم منفوخين، ورجعت وخدت من الميكانيكي مفتاح. القصة دي ما حصلتش، احنا ما عندناش بنت أو حرمة بتخرج في أي حادثة وتقف.